السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في كل يوم تكنولوجيا. أتمنى هاي السلسلة تكون أكثر سلسلة عليها لايكات ومشاهدات في هذه القناة. الحلقة الماضية سوينا وفتحنا المواصلات، هذه الحلقة سوري قاعد أشرب قهوة عدم زين، هذه الحلقة بنحاول نسوي توسع في المواصلات. المواصلات شيء مهم جدا، وأبا أحطي من أول الأشياء اللي في العادة ما أحطي اللي هو شو الترام. أبا أحطي الترام في المدينة، لكن سالفة أني أحطي ترام سالفة مخادعة جدا. يا أسوي أبجريد حق شارع، أو أني أسوي خط ترام نوعا ما يكون في مكان منطقة نفس هذه يقص الشوارع بروحه زين وأطلع برع، يا أني أسويها ما في إلا حل ثاني، يا أن أبجريد يا أن هذا إنزين. بالتالي أقدر أحطي ترام هني نقطة، يا سطالع كنت الأماكن okay. وفي بعضهم بيمر في نص المدينة الترام، في بعضها راح يطلع جسر. يعني الترام أول شيء راح يكون فيه استوب هني قدر الأمكان خارج المدينة أوكي okay. يعني هني بيكون عندي استوب الفكرة الحالية حلو، وعندي استوب ترام مكان ثاني لازم أوصل الناس لها الفكرة. هني ما عندي مشكلة أسوي استوب لأنه ما في زحمة، بكسر بنايتين بس ما عندي مشكلة على أمل ما يسوي زحمة هني. هذا لحظة لازم ارجع ورا شوي زين، ونرفع شوي مستوى الشارع نرفع نحوله الى جسر ونطلع هذا شو برع المدينة. طبعا انا ياس اكسر بيوت في الدرب مش مشكلة عادي، الله يسامحني عليها بس ما عليها. الله ما يدعون لي بيدعون لي خير، ما عليكم بعدين من تضبط المواصلات. الحين الخط الثاني للترام لازم يمر من قدام الصناعية هني، شوفوا الخط الثاني للترام بيمر وبينزل من وين؟ ينزل من هني بعند الصناعية. ممكن نخليه صدقون قبل شوي يطلع بعد مش غلط كشكل. نوقف الترام، سوي الترام بالطريقة هاي في الوسط، ردي وايد انزل بعورة. ننزل الترام تقريبا في الوسط عند الجماعة الطيبة هايل، ونبغى ننزله في الشارع هني نزلة واحدة عقب نرفعه فوق مرجع كوين كجسر هني. ترام معظم وقته راح يقضيه هني جسر، ما راح اقضيه شو هني، بيكون في نص المنطقة يمر اوكي. واسوي له نزلة من الخلف، لا ما يحتاج، بس اللي بسويه بيبقى جنب هذا الجسر و جنب الجسر المصوب الثاني، جنب هذا الجسر من هني بنزله عند المنطقة هذه. هذا نقطة الترام الأول، شوف نسوي دوار هني نسوي دوار هني، وعندنا ترام من هني. هذا الترام الوحيد اللي يمكن أحتاج أشبكه في منو في الشارع، يعني الترام كله ما إلا في شارع واحد في المدينة فقط، وأسويه هني دوار بعد نفس هذاك. هاي الفكرة الحالية، يمكن بعدين اغير هذا موضوع ثاني، بس حاليا الشارع اللي عند المدرسة راح يكون عبارة عن ترام، وهذا راح نكسره زين. وشو نسوي؟ راح نمده ترام هني ونسويه عند الممشى هذا، نلزقه نسوي دوار صغير. الحين الناس كيف تنتقل للترام؟ عن طريق المماشي اوكي. طبعا في عندنا شيء ثاني هو الترام ديبوت، يمكن احصل له مكان مش هني، طبعا الاغلب بحصل له مكان جنب الصناعية. او والله هذا مكان حلو بعد حق الترام، يعني اذا يطلع خلي الترام somewhere في شارع منفصل زين، يعني اقدر اطلع هني شارع صغير
شارع زين مني بشارع الترام من هني مش من هني لا وين بنحط الترام نسوي هني ونيب الترام نفسه وين الترام وين هني ما حطينا الترام هني نقدر نوصله هني هاي نقطة خروج القطارات نفسها يحتاج شوي مي امور طيبة نحط له مي انزين بالطريقة هاي نحن سوينا ترامز بالمدينة اوكي بس ما نباهم مثلا حتى اذا يخطفون في الشارع عادي ما نبغى يخطف في الشارع عادي بس الخدعة وين على امل انها بعدها تشتغل انزين نسوي الشارع اللي هو هذا ما بين ترام صديقنا الناس وين بيون صبر خلنا نوصل صبر لان هذه ازمة فعلية يعني صح نوصل الترام مش قادر اوصلها خلنا نحطها بالطريقة هاي موف التول الطريقة هاي اوكي صار عندنا دخلات للترام نفسه هني في تقاطع فما بعور راسي انا وايد وبسوي خطوط ترام انزين نفس الشيء ينطبق على هذه يعني الحين هذا اذا نيب هذا الشارع لين هني حلو الناس يجون من الحديقة سيدة للترام في ناس تي سيدة من هني في ناس ترام من هني في ناس تي للترام من هني اوكي طبعا انتوا عندكم موف التول دقوا على السهم كموف دق على الموف التول ونضبط شوي الاوضاع عاد تسوي كونكشنات اذا بتسوون خذوا راحتكم بالطريقه هاي على اساس الناس تعرف تمشي اذا شو لحبيبنا الترام هذا انزين الحين عنده مشكله زباله ترى خلونا نسير الى الانكريشن ما نقدر نحطيه بحطي واحد اثنين على طول اثنين ريسايكلينج سنتر اوكي فالريسايكلينج سنتر المفروض يغطي نوعا ما قدر الامكان المفروض يشيل وايد من المشاكل اللي عندنا الحين الناس قاعد تطلع ترى المصيبه انها قاعد تطلع الناس وهذا مكانه حلو ترى بيوصل هنا بيوصل هنا المفروض فاذا عندنا اثنين المفروض نظريا يكون اوكي اشوف اوكي شوي شوي الناس بيون طبعا عندنا خدمه مقابر اظني ما حطيناها بنحطيها بعد شوي بنخلص وصلات الترام ان شاء الله بنحط خدمات هاي هني اوريدي واصلين يعني تقريبا ما اظن بيكون عندنا مشكله هني لان هذا ترام وشارع بس اظني اسوي بس ترام هني على اساس الناس ما تدخل ترام تراك ستاندالون اوكي خلنا نسوي هذا بس ترام على اساس الناس ما تدخل زين اوكي على اساس الناس ما تدخل هني في المعمعة هاي كلها نسوي هني بس ترام عساس ما في سيارات تدخل هاي الكلام لان هاي بيسوي ازمة عالمية هاي بيسوي ازمة عالمية تشوف الجماعة كيف وضعهم اوكي خدمة المقابر لا ضرورية جدا نحط الخدمة هذه ان احنا خلينا اماكن خلينا مثلا بين الحديقتين هايل ننسل الدكاكين ونسوي ممشى بسيط لهم حول المكان لان هنا اللعبة متروسة عبارة عن جثث نسوي ممشى حول المكان على اساس الناس تقدر تستعمل المكان هاي خلينا نحل انزين الحين الترام هذا حلينا اول مشكلة فيه المشكلة الاولى هي كانت الوصل بين الشارع والترام ترام اجين ترى شوفوا هالسوالف تاخذ شوي وقت لكن تستاهل شو شوي الشارع والله حلوه الشارع ستكون انت بشير حطيته بالغلط لكن عجبني بخليه انزين الحين خلينا نرجع للترام خلينا نبدا نقول للناس انزين ترام بوينت توقف هني حلو واحد توقف هني واحد يوقف
في حد يوقف أبا هني ويرجع وين يروح؟ نفس المشاوير. ما بيرد يوقف هني، لا أبا يروح نفس المشاوير يرجع يوقف وقفة بالعكس هني، يوقف وقفة بالعكس هني، يوقف وقفة بالعكس. يعني بين أبعد مناطق في المدينة، مفروض الحين في سكة ترام وحدة تشل زحمة بعض الناس يقدرون يروحون الدوامات. هذا ترى شيء ممتاز جدا، بس الحين النقطة اللي هني لازم نوصل لها ناس. يعني عندنا نقطة نحن هني صح؟ أبا أوصل الناس لها. أن نخير بوشير هني وايد شير، نسوي نقطة ناس تي ونقطة ناس. طبعا في ضحايا عماير دائما وأبدا، زين، فللأسف يعني إن شاء الله يقدرون يجون ويلفون. اختصر عليهم يعني طريق طويل. شوفوا على طول قاموا يستعملون الشوارع، واللي هو شيء ممتاز، معناه اماكن الشوارع طيبه. ايوه عندنا عند الحديقه، وقفه الحديقه ووقفه الوقفه اللي هني بعد زينه، وما شاء الله كم ترام اشتغلها، معناه صدق كنا محتاجين مواصلات كميه يعني صراحه. بس هالشارع ما ادري، شوف الشارع للضغط حاليا فخلنا في حاله. يعني الشارع العام اللي عند هايل بعد شغال يعني جيد جدا، وهاي الجماعة شغالين على قدم الوساخ. بس اللي اقدر اسويه هني ازيد، خلنا نشوف تعبئة هني كيف. هذا فل صح، معنا ما عندنا تصدير ما فيه الكفاية صبر. خلنا نفتح المزارع ونحط يا جماعة الخير المزارع. واحدة انتين انتين، هذه روض تسد احتاج، ولا عدد الشاحنات بعد ممكن يغير وياها شوي. انزين الحين مود انيمال اسم هاي ازرع بطاط مرة ثانية يا جماعة الخير. نف ماني الا بطاط، اوكي بطاط خلاص. ها منطقة البطاطا الحين مخصصة، هاي نزيد الانتاج شوي ندبله على اساس اول شيء منها مدخول يا جماعة الخير، ثاني شيء يعني بالنا زراعة يعني. بس الترام هذا ما له مش غلط ابدا. زين قولوا اقوم واسوي حطي شوي شير هني بين النقطة، صغر البرش هي على يم نفس زين. هي انتر قصة سوي حديقة صغيرة شوية بشكل طيب يعني. طريقة هاي بيبا عرفون ديزاينات هاي مع الطيبة فينا درع أبا هذيل. ممتاز ممتاز، شوي تعدل شكل المكان. أنا شوي نفس حديقة مصغرة هي، شوي شوي نحن نتوسع يعني. الصناعة يوم هني بتتوسع زحمة الترام ترى ما بتخف يعني، هذا بيشل ضغط مفروض كبير عنا. وجود الجسرين عند بعض مش غلط، بس سالفة ان هذا ميلانه غلط. هي الحين احسن، الحين احسن. هذا لو يلف هني اتس فاين عادي، بس شو بنسوي؟ نيو بيلدينج هي مال كوارث يعني فاير هاوس. زين اظني بيكون جدا ممتاز موضوع الماما واللي عاد التدوير عنه. زين بدل مشطي زين خلنا من شارع ان شاء الله. الصناعية متى يفتح؟ اندستريال رود، اندستريال رود موجود نايس. الحين هاي الصناعية راح يكون شارعهم جماعة الطيبة هاي الإعادة التدوير، راح نحطي مصانعهم يعني بمد لهم لازم ماي و بمد لهم ماي.
كهرباء ما عندنا بعد الحين. بدلهم كهرباء من اللي يكون عندهم كهرباء. وضعهم في السيفتي حاليا وضعهم في السيفتي، بس عقب راح يتغير عليهم الوضع ترى. ها كله الحين ما بدينا في السياحة على فكرة. نتكلم مشروع الضخم في العادة يحتاج يعني ما تقولون ضخامة في الأكشن. تحسبون حساب المستقبل والمدينة راح تكون تعبانة شوي في حساب المستقبل. خلينا نحط هنا شوي شير. شير يا أصدقائي هذا الشير. شير الخبر خلينا نحط. دفات طيبة. حط الشير هني. هذا الشير. لا بس لازم أكبر المسافة. حطي بلاستن. هي احسن بستن وين هني على اساس شوي يعطي شكل يعني المكان، يعني شكل المكان شوي يكون اذا ما في شيء. انزين ونحطي هني عندنا نحطي لنا هذا الجدار. والله فكره طيبه جدار حلو جدا. نحطي عازل بينه وبين رام، بس الدار مكسور. خلينا نشوف الدار كامل شو وضعه. ذيك حاجز كله وايد كبير احسه. ممكن نحطيك هني بعد بيكون وايد ما له داعي، بس ممكن جدا ممكن نستعمله، بس مش هني ابدا. هو شيء الطف هني مدينة مباشرة على اللايت هاوس. من يحط اللايت هاوس هني؟ خلنا نحط ثيم الخطاط الخطار. ثيم مالهم لما يدخلون على البوابات السيارات القديمة. نحط سيارات قديمة حكم. بس ادور يعني اني اغير ما بين واحدة والثانية ان يكون عندنا شيء نحن ماشيين عليه، عرفتوا؟ البنايات القديمة. والله البناية القديمة هني مش غلط، سوي وراها شوية حصة. شوي عشوائي حصة. نحط قلعة الصوب الثاني وحط الشارع ما له داعي. الشارع اللي ما له داعي بيكون الشارع ترابي بحت ما بيتوصل. سوري ايه اجباري يتوصل. خلنا نوصل هذا الشارع هني. السالفة هاي بالشارع هني اللي ما حد بيمشي، مفروض منو بيمشي في نص الترام؟ خاصة المكان كله حصة. هذا ثيم مش غلط صراحة. الحين استوى الشكل شوي للترام، يعني مطلعون ترام ما يكون يعني فارغ يعني نعطيه شوي شكل، نعطيه شوي شكل. هو صراحة جدا جميل. أهم شيء ما قربت السالفة هني. لا اوكي تمام. الحين عندنا ترى انواع مواصلات، يعني انتم تتكلمون عن بير هذا، بس هذا ما مستعمل الحين، هذا مستعمل عقب ما عليه. عندنا ترام، حطينا ترام، عندنا باقي الباصات. الباصات يمكن ما استعملها الحين لان الترام اظني شال ضغط. طيب وين صار هذا الباصات؟ يعني انت المواصل هذا هو. انزين الحين قاعد يشل ترام 34 واحد، يعني ما احس انه في ضغط ان حاليا احتاج محطات مثلا وايد توصيل ناس وهذا. ما مش محتاج عادي، مش غلط ابدا شكل المكان، ابدا مش غلط صراحه. والترام شغال على قدم الوساخ شغال. نشوف لحظه الممشى اللي هني
في حد جاي هني حسبر. طب خلينا نشوف شكل المكان. اوه والله مش غلط يا جماعة الخير. لا نسرع شوف شوي اسرع. اوه والله شيار مباني ترى هذا كله بيستوي وسط مدينة يعني. وش السيارات القديمة حلوة والله. اوه المنظر اللي هناك حلو والله. الليله شو سبورت هذا. تعس تعس تعس. ايوه بشوف هالشارع. ايوه شوف هالشارع بروحه. ناس تمشي رايحه ترامه. في زحمه على المحطه. في نفرين بس ولا ثلاثه. اكو في ناس قاعد تركض. اركض 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 تحصلين درب. زين الحين بنين الجسر اللي فوق. السلام على المنظر. اوكي في مصانع هنا الحين قامت تطلع. والله والله جميل المنظر صراحه. مش غلط ابدا. ونزلنا حبيبي سلام. الحين بنوصل للمزارع. والله رحلة صراحة مش قصيرة وايد. اوب هناك محطة الترامز. نويس خلينا نشوف الحديقة هاي. يا سلام والله انها شيء يا جماعة الخير. والله انها شيء. بس المزارع تبين فراغ ما في اي شيء صراحة. بس الشوارع حلوة. لا 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 I'm satisfied حاليا عزفنا وام ساتسفايد. بس هذا يلفل بنبدا شوي نشتغل على المزارع اكثر. طبعا هذا من مداخل مثل الانكمز الاساسيات مالنا. انزين الحين نحن هني محتاجين تغيير طيب. ان شاء الله يكون عندي اشياء. دور نستر شوت نستر سكشن جميل هذا. والله هذا مش غلط بس بعد مش اوكي. لا هذا بعد غلط صار. افضل شيء اظني حاليا نبدل هذا بدوار او جسر نحن نسويه. 10 دقائق نسوي كاستم ميد اي معنا حقاق. زين فرضا نوقف اللعبه نكسر هذا الشارع. زين نشوف الهاي واي صح. نكمل الهاي واي لين هني او صبر صبر نسوي كوبي اند بيست. هذا هاي واي بس ابل هاي واي مع بارير ما افتحه. زين نسوي هاي واي هني حلو. الحين شو بيبقى لنا؟ الهاي واي هذا مش يعني ما تقولون مجمع الاكبر في العالم. ف اللي محتاج اسوي انا اخذ الموف تول حرك هذا قصيده اخذ الاثنين وننزلهم تحت منو تحت الارض. وهذا يجيكم جسر. خلنا نسوي جسر من وين جسور العجيبة صارت تعمل واحد فيها. جسور العجيبة تعمل واحد من اثنين. هني نستوي زين خلنا ننزل الشارع كامل. بعدها هاي تعتبر حفرة حاليا عندنا شغالين عليها. خلنا نشل هاي من السكت ننزل. هذا عبارة عن انترسكشن ضخم. خلنا نرفع شوي الطريقة هاي. خلنا نجيب الشارع. ما ضبط معي 100% هذا ما ضبط معي 100% بس اوريدي في باي. بس نسوي الشارع الاربع لينات بالطريقه هذه. سبيس اوريدي اوكيبايد. ليش ما يرضى يسوي جسر؟ الطريقة هذه نزلة حبة من هنا. الطريقة هذه
هذا الانترسكشن راح يكون وايد ضخم، وايد مش حلو حاليا، فخلنا نرفعه مناسب الطريقة هاي. كل واحد بنسوي كاستم يعني نوعا ما، عرفتوا؟ وهذا راح ينزل نيب هاي باي رامب ولين هاي وايد نزله وين؟ نزله شارع شو رئيسي، هذا كذلك نيب هني ناسف البيوت الطريقة هذه، هذا شوية ضيقة، ارفع الرامب هذا أول تقاطع بتشوف عقب، إذا ما مشي حاله بغيره ترى، قطع بالطريقة هذه حاليا، هاي يستوي أسرع. زين الحين إذا النيب هذا بنحطيه بالعكس بيستوي، بس سر نفسه مش جميل، سر نفسه ابدا ابدا مش حلو. فبالتالي الطريقة الاسهل دائما وابدا نسوي الطريقة هذه، هذه لأن الأرض أصلا مش زين. هذا معناه ما في إلا الطريقة الكلاسيك اللي هي إني أسوي وأشياء تأخذ أقل مساحة من شو هذا، والأشياء اللي تأخذ أقل مساحة الرامبس فاهم. نعمل تول ثاني هو شوية دهاليز، طلع شارع من هذا لهنا، هذا هني طلع. يمكن أول مرة تشوفون شيء نفس هذا أنا أسويه، بس وين أقدر أنا أدخل شارع هني أنا أول ولا آخر مرة. هاي هذه بنا هني، هذه بنا هني وين عكس هذه الذي طيب ما تشوفونها اللي عندي انا، لين نزلت خط جديد. بعد ما نزلت خط جديد برايه، بس هذا الدهليز اللي انا بسويه ما يضبط 100%. بس حاليا 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 شو بنسوي؟ بنوصل هذا في هذا وراح يرجع يتر معنا على امل انهم يكونوا شغالين، بعدين نقدر نمد خطوط للجماعة الطيبة. انزين الحين انا بكبر الشارع الرئيسي كامل الى شارع الست لينات، ابغى اسوي حشيش بس الحين ما يمديني اسوي حشيش. بسوي اللي قلت لكم بشلهم عقب، الحين عايست اذا بس خلنا شوي نسوي موف نيب تمب اي، ندق على اشارات التوقف، لا مش هذا، ندق على اللينات هني كليك كنترول اس وبدوش بدوش بدوش متخربطه التول اصلا. انزين حاليا هذا راح يخدم المدينه افضل من ذاك، لكن عقب هذا يمكن اغيره ورا اللي هو عقب التسجيل.
مدة الفيديو خلصت، اشوفكم في الفيديو القادم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.